الآباء والأمهات في فصل الصيف والعطلة يفرحون من يفتكون من عيالهم ويقطونهم في النوادي وغيره من الدورات، وما يدرون هناك ممكن تتكون علاقة بين الشاب أو البنت الصغير اللي هم في مرحلة المراهقة مع المدرب أو المشرف أو المرشد، سمى أيا ما كان اللي هو في عمر آبائهم. وعادي جدا أن يكون، وأنا أحترم وأجل هذه المهنة اللي هي مهنة التدريب، لكن هناك من هم وحوش بشرية أثبتت الوقائع القانونية أن هناك اعتداء يتم على هؤلاء الصغار بمسمى أنه صار في هناك علاقة صداقة وقضاء وقت طويل وهو يروح يودي الولد أو البنت ويرجعونهم، وهذا يجب أن يتم تحت مراقبة الآباء وفي وقت قصير جدا علشان لا تصير مثل هذه الجرائم اللي ما ينسكت عنها ويصير عندنا مثل ما صار في وحش حولي، وحش رميثية، ولا وحش لقرين، وننهي هذه المشاكل اللي ما لها علاج، لأن هذا الطفل هو اللي راح يصير لما يكبر شاذ جنسيا والعياذ بالله. وعسى الله يحمي عيالنا وعيالكم من هذه الاعتداءات.